طيب، في بقى وثق احد المره بشوارع الدمام مقطع فيديو بيظهر فيه قط وهو بيهجم على مجموعه من الحمام عشان ينجح في صيد واحده منهم بمهاره عاليه جدا. طبعا القط ده استخبى بمنتهى الخبث كده والدهاء بمحاذاة رصيف مرتفع شوية زي ما انتم شايفين في الفيديو، وبيقف على الطيور، لكن قدر ان هو بخفة ومهارة ياخد طير منهم ويقدر ياكله كده على جنب في هدوء.